لا تقدح ذمة المسلم على الظن. ذمة المسلم لا تقدح على الظن. لو كانت ذمة المسلم تقدح على الظن لعمت البلوى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بأسماء المنافقين وما قال لأحد يوما من الأيام أنت منافق، علم النبي صلى الله عليه وسلم أوحي له أسماء المنافقين وما قال لأحد في يوم من الأيام أيها المنافق ويا منافق، تأدبا عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم يعامل بالظاهر، هذه ما لا لنا في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت أن أنقب عن صدور الناس، علم. فنحن لنا في ظاهر المؤمن، لهذا كل الأحكام تكلف في ظاهر الشيء، في ظاهر الشيء ما لنا علاقة في جوفه، ما لنا علاقة في جوفه. لهذا المنافق كان كافر صريح في داخل قلبه لكنه يظهر إيمان فرفع عنه السيف، علم. فما ظنك في مسلم يؤمن حق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله له حق الإسلام، نظن أنه حسد؟ هذه كلمة أظن، هذه ما يوجد إلا في الدلالة، دلالة أنك رأيت فعلا. أعطيك مثالا، نفترض أنا الآن جالس أنا وأخ من الناس اسمه عمرو، قال لي يا وسيم هذا جوالك رائع، وقع انكسر، أعلم أنه حسد. الآن في يوجد دلالة قرينة كسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، علم. سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، سهل نزل يوم من الأيام أراد أن يغتسل إلى وادي من الأودية، كشف عن ظهره، عامر بن ربيعة ينظر إليه هكذا فقال ظهر عذراء، ظهر عذراء يعني ظهر كفتاة لشدة بياضه، وقع سهل بن حنيف أخشي عليه. الآن يوجد دلالة، الآن وقعت القصة، حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الحسد وقع عليه، علم. قال أتشكون بأحد؟ قالوا يا رسول الله، قال عامر بن ربيعة كذا وكذا، أسرد القصة لرسول الله. إذن يوجد قرينة أن قصة وقعت الآن فأسردوا، ما قال نظن، ما قال والله من عينه، ما قال والله لا يحب لنا الخير، لا، يوجد قصة، يوجد دلالة واقعية وقعت. فقال أتشكون بحد؟ قالوا نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن يأتي، فأمره أن يتوضأ ويغتسل حتى يدخل الماء تحت إزاره ويشرب من الماء، ثم سكب على سهل فقام نشط من عقال كما قال عليه الراوي، كأنه ميت وقام، واضح. إذن يجب ورود دلالة. الآن نحن مثال، كنت في مجلس حصلت شك في وسيم يوسف، الأمر لا يعيب، تعال يا أخ وسيم نريد منك أن تتوضأ ونأخذ ماك، نحن نشك بك أنك حسدتنا، هذا الأمر لا يعيب، هذا الأمر يوجد دلالة أني كنت جالس في المجلس وحدثت مصيبة، فشكوا أن في المجلس ربما ليس وسيم، ربما أربعة معي عشرة شكوا أن أحد منا حاسد، قال توضأوا ممكن، كنا نحن أبشر نتوضأ، توضأنا وأخذوا ماءنا. فهذا لا حرج، لا ينقص من المسلم، إنما هو شفاء. بل إن أهل العلم رحمه الله قالوا الذي يرفض أن يعطي ماء وضوئه للمحسود إنما يعين على الظلم، ظلمه ويعين على أذى أخيه ويأثم عليها، علم. لكن يجب ورود قرينة، يعني يجب ورود قصة مجلس، ليس أنا وأنا أجلس في بيتي مررت على أخي فسقطت حاجة فقال لا أنت حسد تعال توضأ، وإلا هكذا ستجعل كل إمارة دبي تتوضأ. لكن ماذا؟ يجب ورود دلالة ويجب ورود قصة تعقل، واضح. فأنت الآن تشك في هذا الرجل، هل حدثت قصة تعقل؟ إن حدثت قصة تعقل فاطلب منه أعطي. والشيخ بن باز رحمه الله كلام نفيس، قال يا أخي اجعله يشرب كوب ماء ثم خذ هذا الماء واسكبه على المعيون، علم. يعني لا نريد أن، يعني لماذا الناس، المشكلة عندنا مصيبة، كل شيء يقع فينا حسد، كل شيء، كسرت قدمه، أنا يا شيخ رياضي فجاءتني عين فحسد، انكسرت التلفاز، يا شيخ تلفازي أنا 87,000 بوصة، فلما رآه الرجل وقع. كل شيء يقع نربطه بالعين، يا أخي لماذا لا تربطه بذنب أنت أتيت به؟ لماذا؟ قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لماذا لا تربط كل ما يقع فيك ذنب؟ لماذا تؤمن بالعين 100% أنها موجودة ولا تؤمن بأن الله عز وجل يحرم النعم بالذنوب؟ لماذا؟ إن العبد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.
فلماذا لا نصل لهذه المرحلة؟ يا ليتنا نؤمن بالعين، يا ليتنا نؤمن بالذنوب أو بالمصائب التي بسبب الذنوب كما نؤمن بالعين. لهذا أنت عدم المؤاخذة لست نبيا ولا أنا نبي. أحيانا الله عز وجل يبتلينا بعدم التوفيق، يبتلينا بذهاب النعم، يبتلينا بذهاب المال، يبتلينا بعدم التوفيق في التجارة بسبب الذنوب يحرمنا منها. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد بسبب الأيدي لا بسبب العين. فمن الخطأ الجسيم هو أن تربط كل مصيبة بعين الناس. هذا يدل على عدم، يعني أعطيك مثال، أعطيك مثال. الآن أنت تؤمن بأن العين حق وأنا أؤمن، ألا تؤمن أن الله جل وعز شانه خير حافظ؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب عليه السلام ذهب منه بنيامين ويوسف وذهب بصره، ظن أن عين وقعت عليه. هذا يعقوب ظن أن عين وقعت عليه فسببت له فقد يوسف وبنيامين، هكذا ظن عليه السلام. فقال: يا بني لا تدخلوا من أبواب، من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يقع العين فيخسر أبناءه. هكذا ظن، رغم أن أهل العلم رحمهم الله قالوا كلاما نفيسا، قالوا أن الله عز وجل حرم يعقوب أو حرم يعقوب من يوسف لأنه يوم الأيام كان يصلي القيام، فنظر إلى يوسف وهو يحبو وهو في الصلاة، نظر إلى يوسف وهو يحبو فتبسم. من الإسرائيليات هذه، لكن نستأنس بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقال الله لجبريل: يا جبريل انظر لعبدي يقف بين يدي وينظر لصفيه من الدنيا، وعزتي وجلالي لأذهبن ببصره كما أذهب بصره عني. علم؟ فمن أحيانا المصائب التي تقع إنما جلها ذنوب، كمعركة أحد. علم؟ كمعركة أحد حينما نزلوا من جبل أحد فحرموا النصرة، كحنين أيضا حينما قال لن نغلب اليوم من قلة. فالمسائل تقع دائما بالتقدير، ليس كل شيء يقع في المسلم نقول عين وحسد. هذا كأنك ترفع عن نفسك، كأنك ترفع عن نفسك سبب البلاء، هذه المصيبة. نحن لا نريد أن نصل لهذه المرحلة أن نرفع عن أنفسنا سبب البلاء، لا، بل ربما البلاء من نفسك أنت سببه. الله عز وجل أحيانا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال أهل العلم رحمهم الله: الله جل وعز يهدد بك، يهددك بأبنائك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، انظر، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم، يعني أنت تخاف على أبنائك، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال أهل العلم رحمهم الله: إن الله من فوق سبع سماوات يهددك بأبنائك أنت، لأن أغلى ما يملك الإنسان هو الإبن، فيهددك بأبنائك أنت إن لم تتق الله وإن لم تقل قولا سديدا انتظر، فأنت ستموت وتترك أبنائك. لهذا الله عز وجل ماذا قال في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب حفظ الأبناء، فساد الأب يضيع الأبناء. فانظر كيف أحيانا المصائب تربط في نفس الرجل، لا تربط بالناس الآخرين. نعم العين حق، لكن يا أخي ربما تقع 1%، 1 بالمليار، 1 بالمليون تقع العين، ليس دائما عين عين عين. وإلا لما تنعم أحد بنعمة، ولما تنعم أحد بسيارة، ولما تنعم أحد بولد، ولما تنعم أحد بزوجة، ولما تنعم أحد براتب. علم؟ فلا، علق دائما المصائب على نفسك، قل أنا وقع هذا البلاء مني بسبب ذنب أنا وقعت به. هنا تجد أنك ستبادر للتوبة، هنا ستجد أنك ستبادر للتوبة. وتذكر دائما دائما: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تذكر هذه الآية دائما وأبدا، واعلم أن الله جل وعز شانه ربط كل مصيبة تقع في نفسك وفي ولدك بسببك أنت. علم؟ عدم التوفيق هذا هو مناطه، أما عين وحسد وفلانة وفلان قال وفلان، والخادمة شردت بسبب كانت تعمل جيدا لكن فلانة جارتنا دخلت علينا فحسدتها ثم هربت، وفلان كان والله سيارة تعمل فركب فيها فلان فانفجرت، هذا ما يصلح. دائما قل وقع بسبب ذنبي، لأن أصلا فتح باب العين كثيرا يورث سوء الظن في المسلم. ونحن كمسلمين نترفع عن سوء الظن، بل إن من السنة أن تحسن الظن دائما وأبدا في إخوانك المسلمين، هذا الأصل. فأي ذنب أعظم حينما تشك بأخيك أنه حاسد؟ أي سوء ظن حينما تشك بأخيك أن كل نعمة تزول عنك بسببه هو؟ ليس هذا أخي،
الله عز وجل إذا أراد أحد بفضل لا أحد يرد فضله جل وعز شانه، وإذا أراد بأحد بلاء لا أحد يدفع بلاءه جل وعز شانه. علم؟ نعم، أسأل الله أن يسلم.